ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأن شخصا قتل وأصيب 17 آخرون إثر هجوم بالمسيرات شنه حزب الله قرب بلدة نهارية بالجليل. وقال رئيس بلدية نهارية إن الهجوم نفذته عدة طائرات مسيرة عن بعد، وبأنه تسبب في وقوع أضرار وإصابات. وأكد الجيش الإسرائيلي بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن حادث نهارية نجم عن سقوط صاروخ اعتراضي فشل في إصابة المسيرات. وقد أعلن حزب الله اللبناني بأنه شن هجوما بسرب من الطائرات المسيرة عن بعد على مقر قيادة اللواء جولاني ومقر وحدة إيغور في ثكنة شراغا شمال مدينة عكا. وذكر بيان للحزب بأن الطائرات من دون طيار أصابت أهدافها بدقة وأوقعت إصابات مؤكدة. كما أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود إسرائيليين قرب موقع بركة ريشة بصواريخ بركان وموقع المرج الإسرائيلي. هذا وقال حزب الله بأن عملياته في نهارية جاءت ردا على القصف الإسرائيلي يوم أمس في بلدة عبا، وهو ما أدى إلى مقتل جمال الدين جواد القائد في وحدة الرضوان التابعة للحزب. كما أفادت مراسلتنا بمقتل 5 أشخاص من بينهم 4 من حزب الله في غارة إسرائيلية على بلدة ميفدون في قضاء النبطي بجنوب لبنان، بالإضافة إلى جرحى آخرين. ومن بين القتلى أمين بدر الدين ابن شقيق القائد العسكري مصطفى بدر الدين الذي قتل في سوريا عام 2016. فقط نذكر بالأخبار العاجلة التي تأتينا منذ قليل، إذ أفادت مراسلتنا في لبنان بأن طيران الحرب الإسرائيلي خرق جدار الصوت مرتين وبشكل عنيف فوق لبنان فوق بيروت وفي جبل لبنان. دارينا الحلوي بالتأكيد لديها تفاصيل أخرى، بالإضافة إلى فراس في مدينة نهارية، ومعنا نضال من القدس. أبدأ معك أولا مرجع عيون، هل أحسستم بهذا الطيران الحربي الذي حلق في جنوب لبنان وبشكل عنيف لدرجة خرق فيها جدار الصوت مرتين؟ فضيلة، لم نسمع جدار الصوت في جنوب لبنان، بل رصدنا تحليقا للطائرات الحربية الإسرائيلية التي ذكرنا سابقا بأننا يعني لمسنا أن هناك استنفار جوي في هذا السلاح الجوي. جدار الصوت خرقته الطائرات الحربية فوق بيروت وجبل لبنان على دفعتين، في واحدة من هذه الدفعات كان الجدار قوي جدا عنيف جدا كما ذكرتي، وأدى إلى حالة رعب حقيقية، بداية لأن الناس تتوقع وتترقب ساعات صعبة جدا ربطا بما سيرد فيه حزب الله على اغتيال فؤاد شكر، وأيضا هناك محاذير من أن إسرائيل ربما قد تلجأ أيضا إلى ضربة استباقية على البلاد. هناك خشية كبيرة من أن تتسع دائرة التصعيد هذا، ولذلك يعني حالة من الهلع بالفعل كبيرة في العاصمة بيروت، تحديدا فوق ضاحية بيروت الجنوبية التي لم تستفق حتى هذه اللحظة من الصدمة التي سجلت الأسبوع الماضي إثر اغتيال فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية في حارة حريك عندما اغتالته الطائرات الحربية الإسرائيلية. إذا نحن على بعد دقائق من بدء كلمة أمين عام حزب الله حسن نصر الله، ولا شك أن خرق جدار الصوت هذا يأتي بالتزامن مع هذا الترقب، وطبعا هو متعمد لإثارة المزيد من الهلع والخوف وسط طبعا تواتر في الأخبار الآتية من العاصمة بيروت عن نزوح عدد من سكان العاصمة إلى مناطق جبلية وشمال بيروت لتكون أكثر أمنا أو على الأقل بعيدة عن أصوات انفجارات أو غارات قد تكون متوقعة. هذا فيما يتعلق بجدار الصوت، لكن فضيلة اليوم كان يوما ساخنا جدا على الأقل بالنسبة لي عمليتين أساسيتين، استهداف حزب الله لقاعدة عسكرية
في جنوب نهرية، وطبعا الأضرار كانت كبيرة وغير متوقعة. لكن هذه القاعدة العسكرية سبق أن استهدفها حزب الله مرتين سابقتين عندما رد على اغتيال أبو نعمة، وهو أحد أكبر المسؤولين الميدانيين في جنوب لبنان، مسؤول وحدة عزيز، وأيضا عندما اغتالت إسرائيل في أبريل الماضي أحد المسؤولين في وحدة الدفاع الجوي. اليوم رد أيضا على هذا، رد أيضا على اغتيال مسؤول بالأمس، قالت إسرائيل إنه مسؤول في وحدة الرضوان. أيضا إسرائيل كانت لها غارة اليوم في قضاء النبطية، أدت هذه الغارة كما ذكرت إلى مقتل 5 أشخاص، 4 منهم ينتمون إلى حزب الله، وغارة أخرى في بلدة العديسي أدت أيضا إلى مقتل 1 عناصر حزب الله نعاه قبل قليل وجرح آخر. قبل قليل أيضا فضيلة، إذا ما أردنا تعداد يعني سياق الأمور، سجل دخول مسيرات من الجانب اللبناني باتجاه مرتفعات الجولان، نعم، التي لم يسبق لحزب الله أن استهدفها منذ، نعم، حادثة مجدل شمس. دارين، اليوم عودة إلى استهداف كيلع، ولكن، نعم، ليس هناك من بيانات. دارين اسمحي، نعم، لي فقط، لأنه سلمان العنداري أصبح جاهزا. سلمان، أوردت قبل قليل بأن الطيران الإسرائيلي خرق جدار الصوت وبقوة فوق بيروت وأيضا في جبل لبنان، حدثنا عن هذا الموضوع، يعني هل كان فعلا هذه المرة الطيران الإسرائيلي يحلق بشكل أعنف من الأيام الماضية حيث سجل أيضا خرق لجدار الصوت؟ فضيلة، نحن منذ أسبوع وأكثر في بيروت، إنها المرة الأعنف التي يخرق فيها جدار الصوت، وهو خرق متعمد لجدار الصوت من قبل طيران الحرب الإسرائيلي فوق بيروت. صوت عنيف جدا قبل دقائق دوى في معظم أرجاء العاصمة بيروت، إضافة إلى أرجاء في جبل لبنان، في مناطق عدة في جبل لبنان، كان متعمدا قبيل دقائق من بدء كلمة أمين عام حزب الله. يبدو بأن هناك رسائل تريد إسرائيل إيصالها لبيروت وأيضا لحزب الله بأنها قادرة على إحداث هلع وقادرة على استهداف العاصمة بيروت. الصوت الأول كان خفيفا نسبيا، ولكن الصوت الثاني كان قويا جدا، عنيفا جدا، تحطم زجاج بعض المنازل في ضاحية بيروت الجنوبية، في بعض المناطق والأحياء هنا في بيروت في منطقة الأشرفية. إضافة إلى ذلك، تردنا الآن معلومات بأن الطيران الحرب الإسرائيلي يقوم بتحليق دائري في منطقة كسروان، فوق أجواء منطقة كسروان في جبل لبنان الشمالي، إضافة إلى منطقة بيروت. والفيديوهات التي وصلتنا أيضا تظهر هذا الخرق الكبير لجدار الصوت والصوت الضخم الذي دوى في بيروت. ظن كثيرون بأنها ضربة إسرائيلية أو استهداف إسرائيلي، إنها رسائل أمنية إسرائيلية بأنها قادرة على الوصول إلى بيروت واستهداف بيروت في أي وقت. هذا الأمر بطبيعة الحال خلف حالة من الهلع الشديد لدى معظم سكان بيروت وسكان جبل لبنان والمناطق اللبنانية، حيث يستمر الطيران الحرب الإسرائيلي بهذه الجولات على طول الساحل اللبناني وأيضا في الداخل اللبناني. إنها جزء من الحرب النفسية إن صح التعبير التي تعتمدها إسرائيل. الآن سنستمع لكلمة أمين عام حزب الله، كان الأسبوع الماضي يتحدث بأنه ستكون له كلمة بعد أسبوع عن مزايا فؤاد شكر القيادي الكبير في الحزب الذي استهدف الأسبوع الماضي. اليوم سيكون له كلمة، ولكن ماذا في نهاية هذه الكلمة؟ هل سيتحدث عن أن العملية أو رد حزب الله اقترب، أم أنه سيحدد موعد بالفعل؟ كان الجميع بانتظار أي رد أو أي موقف من حزب الله. اليوم سنستمع لأمين عام حزب الله وسنتأكد عما إذا كانت الأمور ستتجه نحو مزيد من التصعيد، أو أن حزب الله ينتظر حتى يقوم بهدف حقيقي وليس شكلي كما قال أمين عام حزب الله الأسبوع الماضي. هذه هي الأجواء في بيروت، نعم، على وقع كل هذه الاتصالات الدبلوماسية المستمرة، إضافة إلى التصعيد الميداني في الجنوب اللبناني، ونعي حزب الله لمقاتل خامس اليوم جراء العمليات والغارات والقصف الإسرائيلي المستمر في الجنوب اللبناني بعد نهرية وما رأيناه اليوم في الجولان، إضافة إلى الشمال الإسرائيلي. أرجو أن تبقى معنا سلمان العنداري في سياق هذه التغطية. نذهب الآن إلى نضال كنعنة في القدس. نضال، الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق فوق جدار الصوت فوق بيروت وأيضا جبل لبنان، هل يدخل ذلك كما قال سلمان العنداري في إطار الحرب النفسية؟
نعم فضيلة، هو فقط للحرب النفسية، لا يوجد هدف من أن تقوم طائرات إسرائيلية بخرق جدار الصوت، أي السير أسرع من الصوت فوق بيروت وفوق مناطق لبنانية. لا هدف عسكري لمثل هذا التصرف سوى نشر الذعر، يعني عندما تقوم طائرة عسكرية بخرق جدار الصوت هذا يصدر موجة قوية جدا من الصوت، تؤدي حتى إلى تكسير الزجاج في المناطق القريبة، خاصة إذا ما تم هذا الخرق لجدار الصوت على مرتفعات منخفضة فوق منطقة مبنية كالعاصمة بيروت. وبالتالي هو فقط لبث الذعر وإرسال الرسائل للجميع، القول بأننا هنا موجودون قادرون على التحليق بحرية فوق بيروت دون خوف، وحتى التحليق على ارتفاعات منخفضة وخرق جدار الصوت. هذا ما تهدف إليه، إيصال الرسائل وبث الرعب، وبالتالي إيصال رسالة لحزب الله بأن هذا ما سيكون عليه الوضع في حال أن حزب الله وجه ضربة قوية لإسرائيل. سلاح الجو الإسرائيلي سيكون فوق بيروت، ما تسمعونه الآن من أصوات انفجارات ناتجة عن جدار الصوت، ستسمعون انفجارات مماثلة لها لكن ناتجة عن قنابل وليس فقط عن جدار الصوت. هذا هو المقصود، وهو تكتيك استعملته إسرائيل مئات المرات في لبنان في كثير من الأحيان عندما كانت تريد إيصال رسائل ذعر للطرف الآخر ونشر الذعر في بيروت، مع العلم أن يعني إسرائيل الآن في حالة انتظار. نذهب الآن نضال إلى كلمة الأمين العام سلمان العنداري، يبدو يتحدث مرة أخرى. يلا. الطيران الإسرائيلي يحلق فوق بيروت. يلا. مرة أخرى. نعم سلمان، ما الجديد فيما يتعلق؟ فضيلة، خرق جديد، انفجارين كبيرين في الأجواء اللبنانية الآن، جدا عنيف هذا الانفجار، خرق جدار الصوت. كما نرى يعني هذه الطائرات التي خرقت جدار الصوت في هذه اللحظات، الصوت جدا عنيف كان هذه المرة، مرتين متتاليتين. الفرق بين جدار الصوت الأول والثاني في اللحظات الأخيرة القليلة الماضية ثوان عدة، ولكن كان عنيفا جدا، أكثر بكثير من جدار الصوت الذي استمعنا إليه قبل 10 دقائق تقريبا. إذن الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت بشكل متتال في الأجواء، وتحديدا فوق أجواء بيروت بشكل مباشر، وكأنه أراد إيصال رسالة ليس فقط نفسية إنما أيضا مباشرة بأنه قادر على إحداث هذه الحالة من الهلع والخوف في صفوف اللبنانيين جميعا. تأتي هذه التحركات الأخيرة مع كلمة، مع بدء الكلمة، لحظة بدء الكلمة كان جدار الصوت يخرق في بيروت. وكما نلاحظ أيضا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يستمر في هذه الأثناء، نسمع الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل تحليقه في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت حتى هذه الأثناء، يعني يبدو بأنه يقوم بطيران بشكل دائري فوق العاصمة ويخرق جدار الصوت. نعم. كان صوتا سلمان عنيفا حتى جدا فضيلة. سلمان، إذن هذه هي المرة الثالثة التي يخرق فيها الطيران الحربي الإسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت، بالإضافة إلى المرتين الأخيرتين. المرة الرابعة. الرابعة. إذن المرة المرة الرابعة خلال أقل من 15 دقيقة، إذن خرق جدار الصوت بشكل عنيف فوق العاصمة اللبنانية، أجواء الجبل اللبناني والسواحل اللبنانية المؤدية إلى بيروت من الجنوب وصولا إلى العاصمة اللبنانية. تردنا الآن أيضا المزيد من الفيديوهات والمزيد من حالات الهلع إن صح التعبير أو الخوف لدى اللبنانيين، لأن خرق جدار الصوت هذه المرة قبل دقائق قليلة كان عنيفا جدا فضيلة، من المكان نفسه تقريبا، يعني كان الجدار الصوت فوق بيروت بشكل مباشر، وهذا الأمر خلف أو أدى إلى مخاوف عدة فوق العاصمة اللبنانية. إذن حتى الآن الطيران الحربي الإسرائيلي فضيلة يحلق في أجواء العاصمة اللبنانية وفوق الأجواء اللبنانية، ليس فقط في بيروت إنما أيضا في جبل لبنان وفوق أجواء جبل لبنان الشمالي، ويقوم بتحليق دائري إن صح التعبير، حتى أن بعض المواطنين ظنوا بأن هناك بالونات حرارية تطلق من الطيران الحربي الإسرائيلي فوق أجواء العاصمة، ولكن اتضح بأن هذه الطيران هي عبارة عن طلعات جوية سريعة يخرق عبرها جدار الصوت بشكل كبير، مما يؤدي إلى انفجار كبير بعد تجاوز سرعة الصوت هذه الطائرات الحربية
فيخلق انفجارا كبيرا أو دوي انفجار كبير في أرجاء العاصمة بيروت وكل المناطق اللبنانية. عدد كبير من السكان الآن يتحدثون بأنهم استمعوا بالفعل لهذا الصوت القوي في معظم المناطق اللبنانية الداخلية كجبل لبنان، بيروت، شمال بيروت، وحتى وصلت إلى بطبيعة الحال أجواء الجنوب والساحل لبنان من الجنوب وصولا إلى العاصمة اللبنانية بيروت. إنها رسالة نفسية أولا ورسالة حربية ثانيا للقول بأننا نراكم قادرون على استهداف بيروت، لا نخاف من التحليق في الأجواء اللبنانية، دفاعاتكم الجوية لن تردع إسرائيل أو عملياتكم في الجنوب. هذه هي ربما الرسائل الإسرائيلية التي عادة ما تثير هلع وخوف اللبنانيين جراء هذه الانفجارات ودويها بشكل كبير، خصوصا وأن اللبنانيين تعودوا على انفجارات بين فترة وأخرى تثير الهلع فيما بينهم، آخرها في آب أغسطس 2020 عندما انفجر مرفأ بيروت، وبالتالي كل هذا يثير الخوف لدى اللبنانيين من إمكانية وقوع ضربة أو استهداف بالفعل لبيروت. هذه هي الرسائل التي أراد الطيران الحرب الإسرائيلي أن يقدمها للبنانيين ربما ولحزب الله مع بدء كلمة أمين عام حزب الله فضيلة. نعم، سنعود إليك سلمان. بما أنكم شهدتم على خرق الطيران الإسرائيلي 4 مرات لجدار الصوت فوق العاصمة بيروت، بالتأكيد هناك تتمة لهذه القصة معك ومع باقي مراسلين. نذهب الآن إلى نهارية مع فراس لطفي. فراس، كنت نقلت لنا الصورة من نهارية قبل أكثر من ساعة، ما الجديد فيما يتعلق بتطورات الوضع الميداني هناك؟ يعني يبدو ما يحدث في بيروت لا يمكن النظر إليه بمعزل عن ما حدث هنا في جنوب نهارية، حيث يبدو بأن الجانب الإسرائيلي اختار التحذير في هذه المرحلة بالقول تحسسوا رؤوسكم، نحن فوقكم وعند كل فتحة نافذة في الضاحية الجنوبية. هذا التهديد استمعنا إليه كثيرا، وهذه الجولات التحذيرية لتحليق الطيران الحربي الإسرائيلي كنا قد شاهدناه في جولات سابقة، ولكن يبدو بأن هناك أصوات تتعاظم وتكبر في الداخل الإسرائيلي وفي أروقة السياسة الإسرائيلية للذهاب نحو توجيه ضربة لحزب الله على قاعدة الضربة التي رصدناها ونرصدها هنا حيث كان الانفجار الأول من المسيرة التي أطلقت من حزب الله، وليس ببعيد من هذا المكان كان هناك الانفجار الثاني لمعسكر شراغا الذي يضم يعني وحدتي جولاني وإيغور، وهي من المعسكرات القديمة شديدة السرية والتي تعتبر قواعد للقوات البرية التي تحافظ على أمن الحدود، واستهدافها يعتبر خرقا وفشلا أمنيا في حماية هذا المعسكر. هنا قتل يعني شخص وأصيب آخر في الانفجار الأول فضيلة، وهنا أيضا نستطيع أن نرى الحريق بعد إخماده في هذه المنطقة، إضافة إلى انتشار كبير للشظايا. واستهداف نهارية حقيقة أو هذه المنطقة بعد أن تحدثنا مع بعض السكان هي لأول مرة تحدث هذه الانفجارات قريبة منهم، وهي بالمناسبة هنا قريب من قرية المزرعة العربية التي يسكنها عرب أو فلسطينيو الداخل أو من فلسطيني الداخل، واستمعوا إلى قوة وشدة الانفجار الذي وقع هنا، ومن غير الواضح لم يستطيعوا التحديد إذا ما كان اعتراض أم هي المسيرة نفسها التي انفجرت في المركبة وسط هذا الشارع الذي أغلق لبضع يعني دقائق أو أقل من ساعة، وبعد ذلك فتح كونه شارعا حيويا يربط ما بين نهارية وعكا. ولكن المخاوف هنا في إسرائيل من الضربة التي ينتظرونها والتي تعتبر اليوم هي القلق الكبير والأكبر لدى المجتمع الإسرائيلي، حيث ينتظرون هذه الضربة الانتقامية المفترض أن توجهها إيران وأذرعها سواء حزب الله أو حتى الحوثيين في اليمن، والحياة يعني على هذه القاعدة مشوشة بشكل كبير ومعطلة بشكل كبير، إلى جانب طبعا محاولات البعض هنا القول بأن لا يوجد هناك أي تغييرات كالجبهة الداخلية التابعة لي أو قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي، يقول بأن لا يوجد هناك أي تعليمات استثنائية جديدة لروتين الحياة في إسرائيل، ولكن واضح بأن الناس هنا تستشعر الخطر وبالتالي تحاول اختصار تحركاتها وأعمالها في إسرائيل، وهذا شكل ضعفا كبيرا
للاقتصاد الإسرائيلي الذي بات واهنا بعد 10 أشهر من الحرب على قطاع غزة. لكن الثابت في هذا المشهد والحقائق التي يجب أن نقف عندها هي أن هذه الضربة التي وجهت إلى معسكر شراقة وهذه المنطقة حيث نقف هي ليست الضربة التي يعني ينتظرها الإسرائيليون وهددت بها إيران وهدد بها حزب الله. والأمر الآخر ولربما هذه هي المعضلة التي يخشى ويتخوف منها الإسرائيليون هي قضية المسيرات التي باتت تصل إلى أهدافها وتنجح بشكل كبير وتتخطى الرادارات والدفاعات الجوية. هذه معضلة وهذا يشكل قلقا ومزيد من الخوف الذي يتراكم في نفوس الإسرائيليين. إلى جانب طبعا أمر آخر وهو مهم في هذا المشهد بأن الولايات المتحدة تقوم بجهد كبير لاحتواء ونزع فتيل حرب شاملة في المنطقة، تحاول مع كل الأطراف. حتى الآن لا يوجد هناك أي شاهد على نجاح هذه التحركات، لكن على الأقل فيما يتعلق بالشق الإسرائيلي هناك الكثير من المحفزات التي وضعت بين يدي بنيامين نتنياهو من إدارة بايدن للذهاب نحو صفقة تبادل وإطفاء نار الحرب في قطاع غزة وبالتالي إطفائها في باقي الجبهات. ولكن حتى الآن يعني الانتظار هو لهذه الضربة، إما أن تكون ضربة في إطار روتيني وفي إطار مشهد يعني منضبط، أو أنها تنفلت تنزلق وتدفع الأمور نحو مواجهة شاملة، وهذا ما لا تتوقعه حقيقة حتى الآن الدوائر والأجهزة الأمنية الإسرائيلية. شكرا لك فراس، طبعا سنبقى في متابعة لما يجري على الأرض، ونحن طبعا ننتظر في أي لحظة بدء كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. في طبعا هذه الكلمة تعتبر كلمة تأبينية بعد أسبوع على مقتل القائد العسكري الأبرز في الحزب فؤاد شكر. إذا نحن في انتظار بدء هذه الكلمة التي كان من المفترض أن تبدأ على رأس الساعة، ونحن طبعا ننتظر مع هذا الخرق لجدار الصوت 4 مرات كما ذكر لنا سلمان العنداري فوق بيروت وجبل لبنان. شكرا لكم، سأعود إليكم في سياق هذه التغطية بالتأكيد.